النهاردة هنتكلم في حكاياتنا الفرعونية عن الملك رمسيس الثاني أو رمسيس الأكبر. ولد في عام 1300 قبل الميلاد وسمي بعد ذلك بالجد الأعظم، وهو الفرعون الثالث من الأسرة 19. هو ابن الملك سيت الأول والملكة توية. شاهد مع والده الحملات العسكرية في بلاد الشام والنوبة وليبيا لما كان عمره 14 سنة، ولما وصل لسن 22 كان بيقود الحملات العسكرية بنفسه. تولى الحكم بعد وفاة والده الملك سيت الأول في عام 1290 قبل الميلاد، ويقال ان رمسيس الثاني حكم مصر لمدة 67 عام تقريبا، من عام 1279 قبل الميلاد حتى 1213 قبل الميلاد. بالنسبة لزوجات رمسيس الثاني، اتجوز كتير من النساء، منهم محظيات وزوجات ثانوية، واتجوز بعض اميرات العائلة المالكة مثل نفرتاري واس نفر، واتجوز كمان بنت الملك خيتا واطلق عليها اسم ماعت نفرورع. اتجوز كمان من ضمن زيجاته الكتيرة ثلاثة من بناته، وده كان عادي جدا ايام المصريين القدماء. من ضمن ابنائه كان في ابن اسمه خعمواس، وكان بيود ان يكون وليا للعهد له، لكنه توفى في العام 55 من حكم رمسيس تاني، ومات اكتر اولاده الاوائل. وعشان بعد ما مات أولاده خلفه ابنه الثالث عشر من انبتاح من زوجته إست نفر، واختاره وليا للعهد بعد وفاة ابنه خعمواس. لما نيجي نتكلم على عهد وحملات الملك رمسيس الثاني، هنلاقي ان عمره كان اقل من 25 عام عندما تولى الحكم، وده لقيناه في منقوش من معبد بيت الوالي. بدأ حكمه بإنهاء الأعمال التي بدأها والده كمعبد أبيدوس عشان يوطد حكمه ونفوذه على الدولة المصرية. استغل مناجم الصحراء، وفي عام الرابع من حكمه وطد نفوذه على الدولة المصرية على كافة حدودها على أطراف آسيا، والإتنين اطمئنان الكامل على المواني والطرق للدولة. وفي عامه الخامس جهز جيش مصر لمواجهة الحيثيين، وبلغ عدد أفراد الجيش المصري في عهده 100,000 رجل ساعده على توطيد النفوذ المصري. ظل 15 عام من العام الرابع من حكمه حتى العام 11 في معركة قادش الثانية مع الحيثيين، لكن لم ينتصر أحد على الآخر. أنهاها بأول معاهدة سلام في التاريخ وقعت بين مصر والحيثيين، وقعها الملك رمسيس الثاني بصفته ملك مصر، والملك هاتوشلي الثالث ملك الحيثيين. الملك رمسيس الثاني قاد عدة حملات شمالا إلى بلاد الشام وجنوبا إلى بلاد النوبة، وهزم كمان قراصنة البحر الشردانيين اللي كانوا بينهبون السفن المصرية على طول ساحل البحر المتوسط، وقيل إنهم جايين من جنوب غرب الأناضول، وهزمهم بشكل حاسم ونهائي. وفي عهده بنى مدينة برعميسو أو برعميس. المدينة دي موجودة دلوقتي في شرق الدلتا بالشكل الموضح في الخريطة اللي معروضة أمامكم دلوقتي. ولم يثبت أن الملك رمسيس الثاني هو فرعون موسى، ده نتيجة بعد بحث طويل وتاريخي مفصل على حياته كلها، أو حتى فحص جسده ما أثبتش أن هو فرعون موسى. لما نيجي نتكلم على الآثار بتاعته اللي هي متمثلة في المعابد اللي بناها أو ساهم في بنائها، هنلاقي معبد أبيدوس، وده أتم فيه ما بناه والده الملك سيت الأول. وأبيدوس دي مدينة غرب مدينة البليانة بسوهاج. وفي الكرنك في الصرح الثاني أتم معبد جده رمسيس الأول وسجل اسمه عليه. وكانت في عهد رمسيس الثاني مدينة طيبة هي عاصمة مصر، بنى فيها معبد جنائزي اتسمى بالرمسيوم نسبة إلى اسمه، بناه لآمون ولنفسه غرب مدينة الأقصر على الجانب الآخر من النيل. وأقام برضه التحفة الرائعة معبدي أبو سمبل المنحوت في الصخر، وبحر المعبد أربع تماثيل ضخمة لرمسيس الثاني وهو جالس، ارتفاع كل تمثال 20 متر. والمعبد الصغير اللي بناه لزوجته نفرتاري المنحوت برضه في الصخر. وأقام برضه في عهده العديد من المسلات، منها مسلة مشهورة ما زالت قائمة بمعبد الأقصر، ولو رحتوا المعبد الأقصر هتلاقوها في مقدمة المعبد موجودة حتى الآن. وتانية المشهورة برضه موجودة بميدان
كونكورد بباريس عاصمة فرنسا. لما نيجي نتكلم عن وفاته هنلاقيه ان الملك رمسيس الثاني توفى في العام 1213 قبل الميلاد، وكان عمره 90 عام تقريبا. دفن في المقبرة في، ثم تم نقله الى خبيئة المومياوات في الدير البحري، لان جت فترة في قدماء المصريين كانوا بيسرقوا المقابر بتاعت الملوك، ولما راح الخبيئة في الدير البحري اكتشفت الموميا بتاعت الملك رمسيس في عام 1881، وتم نقله الى المتحف المصري في القاهرة. وكان طول الموميا او جسد الملك رمسيس الثاني 170 سنتي. واخيرا تم نقله في مشهد مهيب مع ملوك مصر في الى المتحف الحضارة الجديد بجوار الاهرامات، وكان المشهد ده اذيع على قنوات العالم كلها. ويا رب ان يكون الحكاية رمسيس الثاني تكون عجبتكم، واشوف تعليقاتكم على حكاية رمسيس الثاني في التعليقات، واتمنى تكون يعني حكاية خفيفة وجميلة عرفنا منها ولو جزء بسيط عن ملوك مصر القدماء. والسلام عليكم ورحمة الله.